شبيهة. كنا قد توقفنا عند أجزاء خلية النحل، سنستكمل موضوعنا ونلاحظ هنا أننا قمنا بوضع رقم خاص على الجهة الخلفية لخلية النحل. في الحقيقة هذا الرقم هام جدا جدا بالنسبة للنحال في منحله، إذا لابد على النحال أن يقوم بترقيم الخلايا تجهيزا لإعداد ما نسميه بسجل الكشف عن خلايا النحل. هذا من الموضوعات الهامة جدا 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 حتى تنجح في مشروع أو في إدارة مشروع النحل. وفي الحقيقة في جولاتي بين النحالين وفي المناحل أجد أن نسبة عالية جدا من النحالين يهملوا هذه القضية ويبقي إدارته للمنحل اعتمادا على الذاكرة، وفي الحقيقة هذا موضوع غاية في الخطورة. توفير سجل النحل مهم جدا، لماذا؟ في الحقيقة نحن في المنحل لا نحمل هذا الدفتر أو هذا السجل بالكامل إلى المنحل، نستخدم قصصات أو قطع ورقية صغيرة، ممكن أن تستخدم دفتر صغير تدون فيه المعلومات الأساسية حول الخلية التي قمت بالكشف عنها. هناك طرق طبعا أكثر تطورا، نقوم بوضع قطعة كرتونية معدة خصيصا للخلية تلصق على الناحية الداخلية الغطاء الخارجي. أيا كانت الطريقة وأيا كان الأسلوب، الفكرة في توفير سجل النحل. ما هي المعلومات التي لابد أن يقوم النحال بوضعها داخل سجل النحل؟ هذه القطعة الكرتونية التي ذكرتها لكم، هذا سجل أو نسميه ريكورد كارد، هذا سجل النحل الذي يقوم النحال بوضعه داخل خلية النحل. ما هي المعلومات الأساسية؟ في الواقع كما تلاحظون لدينا رقم الخلية. من أين اشتريت هذه الخلية أو الشكل؟ لابد أن أعرف أنا كنحال أن هذه الخلية قد بدأتها على شكل نحل مرزوم، أو قد اشتريتها وكانت خلية على طابقين، أو اشتريتها من النحال الفلاني، أو استوردتها من البلد الفلاني. لماذا؟ لأن الإنسان الناجح عندما يقوم بعمل مشروع لابد أن يخضع مشروعه لفترات تقييمية، لابد أن أقوم بتقييم مشروعي بعد فترة زمنية. هل كانت الخلايا التي أدخلت إلى منحلي وكانت على شكل نحل مرزوم أعطتني نسبة نجاح أعلى من تلك التي اشتريتها بشكل نويات، أو تلك التي كانت على شكل طابقين، أو التي اشتريتها من النحال الفلاني كانت أفضل، أو من المنحل الفلاني أو البلد الفلاني إلى آخره؟ لابد أن تخضع عملك التجاري إلى درجة من التقييم، فتسجيل هذه المعلومات وتدوينها غاية في الأهمية. أيضا من أين اشتريت الملكات؟ ما نوع الملكة؟ ما نوع السلالة؟ هل اقتنيت السلالة القوقازية؟ السلالة الكرنيولية؟ هل اشتريت الملكات من أمريكا؟ من الأردن؟ من استراليا؟ إلى آخره. لابد أن تذكر المصدر حتى تقيم أداء الملكات، وبالتالي تستطيع أن تقول في العام القادم لابد أن أكثف شرائي مثلا أو مصدر ملكاتي من البلد الفلاني أو النحال الفلاني، لأنك ستكون قد قيمت عملك من خلال عودتك لسجل النحل. لابد أن تذكر تاريخ إدخالك للملكة حتى تحدد عمر الملكة. لابد أن تذكر أنني أدخلت ملكة لهذه الخلية في 2011، إذن عمر ملكتي هنا سنة، وفي الخلية الأخرى عمرها سنتان، وفي الأخرى عمرها شهرين، أدخلتها قبل شهرين أو ثلاثة شهور. لأن هذا الموضوع غاية في الأهمية عندما تقرر تغيير الملكات، لأننا نحن كنحالين نخضع منحلنا لتغيير الملكات كل سنتين، فإذا لم تكن لديك المعلومات ستخضع الموضوع للتحذير. هذه الخلية غيرت ملكتها، ممكن غيرتها السنة، لا ممكن السنة العام الماضي، إذا الموضوع خرج من النطاق التجاري وخرج من الموضوع الذي يدار بصورة جيدة. سجل النحال يوفر لك كل هذه المعلومات، إذا تاريخ إدخال الملكة، عمر الملكة، شراسة النحل، هل النحل لديك شرس هادئ؟ هل النحل لديك عنده قابلية للتطريد؟ يحب التطريد، وسنتحدث بحلقة كاملة عن موضوع التطريد.
عندما أغذي هذه الخلية أقدم لها الغذاء، هل هي من الخلايا الاقتصادية في استهلاك الغذاء؟ أقدم لها الغذاء تستهلكه بسرعة، وعندما أعود وأفحص الخلية أجد أنه لا يوجد لديها تغذية أبدا، تستهلك كميات عالية من الغذاء. عندي خلية أخرى اقتصادية في استهلاكها للغذاء، إنتاجها من العسل من النقاط المهمة. هل هذه الخلية أعطتني في هذا العام 3 أو 4 كيلو، بالمقابل لدي خلايا بنفس الموقع تحت نفس الظروف أعطتني 20 أو 30 كيلو أو 15 كيلو؟ الفرق بينهما إذن في ماذا؟ في السلالة، في الملكة؟ إذن لا بد أن أقوم بتسجيل كل بياناتي الخاصة بهذه الخلية، نوع المنتج. عندما قمت بوضع هذا الشبك من جمع البروبليس وجدت أن هناك بعض الخلايا تجمع البروبليس بكميات كبيرة، أدون هذه المعلومة. بالمقابل لدي خلية أخرى لم تجمع بروبليس على الإطلاق، إذا لا داعي إذا كنت أنا من المنتجين الذين أركز بشكل أساسي على إنتاج البروبليس، لابد أن أفكر في تغيير السلالة. إذا سجل النحل من النقاط أو المواضيع الهامة جدا التي تسهل على النحال إدارة منحله بطريقة علمية اقتصادية تجارية غاية في الأهمية. ولا ننسى أننا نقوم بتسجيل الأمراض التي عانت منها هذه الخلية طوال العام. الخلية التي لم تسجل لي أي مرض خلال العام، هذه خلية جيدة لابد أن أستخدمها لإكثار النحل أو لتربية ملكات. بالمقابل الخلية التي عانت من إصابات شديدة خلال العام، لابد أن أقوم بتغيير الملكة واستثناءها من عمليات الإكثار. إذن سجل النحل، ترقيم الخلايا من الأمور الهامة جدا لابد أن يراعيها النحال في إدارة منحله. أعزائي المشاهدين، سننتقل الآن إلى خطوة أخرى هامة جدا جدا بالنسبة للنحال، وهي كيف سيحصل على إطاره الخشبي بهذا الشكل النهائي. هل يعقل أن يكون لأحدنا نحل أو منحل ويقوم بشراء هذا الإطار من مناطق أو مراكز بيع أدوات النحل ويدفع تكلفة إضافية مقابل حصوله على هذا البرواز بهذا الشكل، بينما هو يستطيع بمهارته الشخصية أن يقوم بتجهيز إطاراته؟ سيكون معنا الآن السيد سفيان الحنبلي، فني النحل في جامعة البلقاء التطبيقية، سيقوم بتجهيز الإطارات وإعدادها في الخطوة الأولى. سفيان، ماذا ستفعل؟ ستقوم بتجميع البرواز. ما هي مكونات البرواز؟ عبارة عن الكبار، الكبار أو اللي هو الفريم العلوي أو القطعة السدابة العلوية، وأيضا ماذا لدينا؟ السدابة السفلية والإطارات الجانبية. وكما تلاحظون هذه الإطارات تحتوي على ثقوب. في الحقيقة نحن نستخدم هذا المسقط، مسقط خاص جدا لعمل الثقوب داخل الإطار. كما تلاحظون نقوم بثقب الخشب باستخدام هذه الأداة حتى نحصل على ثقوب بشكل جيد. إذن الخطوة الأولى سفيان سيقوم بتجميع الإطار. هناك بعض النحالين يفضل أن يقوم بوضع مادة الغراء، يقوم بتغرية الإطارات الخشبية. في الحقيقة أنا أفضل هذه العملية، أن نقوم بوضع كمية بسيطة من الغراء، بعد ذلك نقوم بتجميع الإطارات الخشبية. إذن ماذا فعلت سفيان؟ جمعت قام بوضع الإطارات الجانبية، ثبتها في السدابة العلوية هكذا. أوكي. وكذلك الأخرى هكذا، وهذه السدابة السفلية نقوم بوضعها في مكانها. الخطوة التي تلي ذلك هو استخدام المسامير. طبعا كما تلاحظون المسامير حجمها صغير، طولها تقريبا 2 سنتي حتى لا تفتخ الإطار. إذا نقوم باستخدام المسامير. خذ وقتك سيد سفيان لو سمحت، نحاول أن نأخذ الأمور التقنية. لاحظوا يقوم بوضع المسمار في المنتصف حتى لا يقوم بعمل أي شرخ داخل الإطار، ويتم تثبيت أيضا الإطار من الجهة العلوية. قد تستخدم مسمار واحد أو مسمارين، الأفضل استخدام مسمارين لمزيد من التثبيت. هذه من الأخطاء
يعني لا يجوز أن تقوم لو سمحت سفيان، هناك بعض النحالين لو سمحت يقوم بالاكتفاء بذلك ويقوم بعد ذلك بتثبيت المسمار بهذه الصورة. هذه من العمليات الخاطئة، لابد أن نقوم بإعادة تثبيت البرواز بمسمار آخر جديد حتى لا يكون لدينا أي ثنيات داخل الإطار الخشبي. إذن نقوم بتثبيت الإطار بمسمارين وتكرر نفس العملية في الجهة المقابلة. الخطوة التالية هي الخطوة التالية، هذا برواز لدينا تم تثبيته بالمسامير من الجهتين. الخطوة التالية هو تثبيت الشل أسلاك. يمكن أن تقوم بتثبيت الأسلاك، طبعا هذه أسلاك خاصة بالنحل، سمكها بسيط وهي مغطاة بطبقة تمنع، تكون مغطاة بطبقة تمنع الصدع حتى لا تؤثر على صفات العسل أو لا تتفاعل مع العسل. لماذا تضع المسمار في هذه الناحية سفيان؟ على أساس يمده على الخلية. ليستخدم هذه المسامير لتثبيت نهايات الأسلاك أثناء عملية تثبيت الأسلاك. لاحظوا سفيان ماذا فعل؟ ثبت المسامير في الجزء العلوي والآن جاء على الإطار الجانبي وقام بوضع مسمارين على نفس الاتجاه من الإطار. بعد ذلك سيبدأ بعملية التسليك. مهم في عملية التسليك أن تكون الأسلاك مشدودة بشكل جيد. شد الأسلاك بصورة جيدة، نحاول أن لا ينتني السلك، لا ينقطع، أي انتناء أو قطع سيؤثر على الشكل الإنتاجي للسلك، لابد أن يكون مشدود ومثبت بطريقة جيدة. هل تعتبر هذه من العمليات المضنية سفيان؟ من العمليات الصعبة؟ صعبة، يعتبرها سفيان من العمليات الصعبة، لكن لابد للنحال أن يتقنها وذلك حتى يوفر مبلغ جيد من المال. في الحقيقة البرواز بعد تسليكه وتشميعه يباع بسعر تقريبا ما بين دينار و20 قرش إلى دينار و40 قرش حسب النحال، بينما إذا قام الشخص هو بنفسه بتسليك البرواز وتثبيت الشمع قد يوفر بحدود 30 قرش في البرواز. طبعا 30 قرش قد ينظر إليه البعض بأنه مبلغ زهيد، لكنه في الواقع عندما تنظر إلى أنك تحتاج إلى آلاف البراويز في المنحل فأنك ستوفر مبلغ مالي جيد، لابد أن تستغله بصورة جيدة داخل المنحل. إذن قام بتثبيت أحد أطراف السلك في المسمار الأول وترك الجزء الآخر حر غير مثبت، سيبدأ الآن بعملية الشد. إذن نلاحظ الآن تم تثبيت أو شد السلك بصورة جيدة، لاحظ الصوت الذي يخرج أثناء عملية المرور على الأسلاك. الآن نقوم بتثبيت المسمار الأخير وقطع السلك بصورة نهائية تجهيزا للخطوة الأخرى وهي عملية تثبيت الأساس الشمعي. لو سمحت الأساس الشمعي، كما تلاحظون نقوم بشراء الشمع على شكل أساسات شمعية، هناك أنواع تجارية كثيرة، نحاول أن نقتني النوعية الجيدة التي لا تذوب لا تتعرض عند التعرض الحرارة الشديدة. والخطوة الأولى لعملية التثبيت كما تلاحظون ماذا يفعل سفيان؟ يقوم بتمرير الأساس الشمعي بين الأسلاك انتهاء إلى هنا. لدينا مجرى، لاحظ لدينا مجرى، هذا صنع خصيصا لإدخال الأساس الشمعي في الداخل وتثبيته بصورة جيدة.
إذا لابد من تثبيت الأساس الشمعي، هذه خطوات مهمة جدا. أي خطأ أثناء عملية التثبيت خلال العمل في المنحل قد ينزل الأساس الشمعي للأسفل، يضطر النحل البناء في الفراغات، فهذا بالتالي يؤثر على عمر البرواز ويؤثر على عمل النحال في المنحل. بعد أن قمنا بتثبيت الأساس الشمعي ننتقل إلى الخطوة الأخيرة، وهي خطوة أن ينغمس السلك داخل الأساس الشمعي، ويتحقق هذا بتعريض السلك للحرارة. نقوم باستخدام بطارية السيارة ذات القطبين، نقوم بوضعهم على الجزء المعدني وهما المسامير، سوف تسخن هذه الأسلاك وتعمل على تذويب الشمع المحيط بالأسلاك، وبالتالي سينغمس الإطار الشمعي بهذه الطريقة. لاحظوا أصبح السلك مغموس داخل الشمع وأصبح الإطار الشمعي جاهز وثابت. هناك طريقة أخرى، هذه تسمى الدواسة أو دواسة الشمع، نقوم بتثبيتها بمصدر كهربائي وبعد ذلك نقوم بإمرارها على السلك. لاحظوا هي عجلات بينها فرزة، نقوم بالمرور على السلك من خلال هذه الفرزة مع تعريضها للحرارة، يذوب الشمع وبالتالي ينصهر الشمع داخل السلك. هناك طريقة أخرى اللي هي الدواسة بدون كهرباء، نقوم فقط بالمشي بهذه الطريقة لكن نضغط أكثر من الدواسة الكهربائية فيذوب أو ينخرط الشمع داخل السلك وبالتالي يصبح مثبت داخل السلك الشمعي. في الحقيقة حاولنا في هذه الحلقة أن نعرفكم على الخطوات الأساسية والأدوات الهامة التي تلزم النحال. نتمنى أن نكون قد وفقنا في عرض طريقة تجميع الإطار الخشبي وتثبيت الشمع. نودعكم اليوم على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة مع عنوان جديد وموضوع جديد في عالم النحل.